عمرك سمعت عن شجر بيمشي ويتحرك؟ أيوة، زي أفلام الرعب. الشجر ده موجود فعلا في أمريكا الجنوبية، أمريكا الوسطى والأمازون وبعض جزر المريخ، وهو عبارة عن نخل له سيقان تقدر تتحرك وتمشي بيها، واسمها سقراطيا أو النخلة الماشية، وأيضا الأشجار اللي بتمشي. بس يا ترى بتمشي بتروح فين؟ النبات ده له جذور تنمو فوق سطح التربة، وده بيساعدها على التحرك للبحث عن أشعة الشمس. طبعا نبات غريب، لأن المتعارف إن الجذور داخل التربة، لكن هنا النخلة دي بينمو لها جذور جديدة عشان تنقل مكانها وتترك الجذور القديمة. والجذور أو السيقان يبلغ طولها تقريبا 2 متر، وطول الشجرة من 10 متر ل20 متر، ويمكن أن تتحرك كل سنة لمسافة تقريبا 20 متر في رحلة البحث المستمرة عن أشعة الشمس. من الآخر كده، لو شفت النخلة دي في أي مكان، أوعى تبني جنبها بيت، وإلا ممكن تلاقيها هدت البيت بحجة إن البيت منع عنها أشعة الشمس، وطبعا مش هتقدر تتكلم معاها.